المرسي يوم النهاردة من تارجا. جمال جمال، بص على عريفة. شرفنا بالإذن حلا بالمغرب، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواتنا المصريين إذن كما العادة دائما، وبجميع إخواتنا العرب. إذن ذهب شريف نبيل في بتاع أكشن إلى الأسواق الشعبية في طنجة هنا في المغرب، أيضا بدورنا ذهبنا إلى الأسواق الشعبية في ذلك اليومين، وسوف نرى ماذا أحضرنا لكم من هناك، لكن نكمل أيضا بعد القليل مع نبيل شريف. السبت واحد ولا اثنين ثلاثة. انتوا يا باشا الجمهور السنة في الجمهور. أنا البارح دخلت مع جمهور الأهلي خرافي. أي. والله خرافي، والناس يشجعوا يعملوا فلام وغبار، والله ناس كامجين. تحية للناس مصر، مرحبا بكم. طبعا تحية لإخواتنا المصريين في كل مكان وللأشقاء العرب في كل مكان، أهلا وسهلا. يلا النهاردة بقى نقضي يوم بلدكم. اليوم إن شاء الله حنفطر هناكل حاجة شعبية. شعبية ضروري، الشعبية هي أهم حاجة. الساعة يا عزيز بقى نجرب كل حاجة شعبية. لا حنجرب اليوم، اليوم حنجرب. لا اليوم حنجرب. السوق بقى في كل حاجة، يعني في بقى طن أمور إذن هيا بنا أيها الأصدقاء إلى تحفتنا اليوم، يلا بدون نحكي عنها القليل. إذن بعد تناولنا للإفطار هنا في ساحة 9 أبريل لطنجة، توجهت مباشرة إلى سوق كسبراطة الشهير، هكذا يسمى سوق كسبراطة الشهير هنا الشعبي في المدينة. تم التحصل بفضل الله الحمد لله على هذه الولاعة المطلية بالذهب هنا. سأحاول تقريب الاسم مايون، هي أيها الأصدقاء تذكروا هذا مايون، طلاء ذهبي رائع. طبعا تبقى هي سبق يعني لأحدهم أن قام باختبارها، هذه أتت مع السلع التي تكون في الأكياس تأتي من أوروبا، قام بتجريبها وإذا ثبتت أنها طلاء وليس ذهب خالص كما كان يتمنى. أيها الأصدقاء هنا يكون هنا مايون، هنا مايون بيفيريتي سي دي سي جي سي جي دي جي اس جي دي جي، تذكروا هذا اس جي دي جي ماذا تعني؟ هذه كانت براءات اختراع كانت في فرنسا، لم تعد الآن، كانت في فرنسا ربما أعتقد قبل 1990 أو ربما الأواخر ديالها كانت في الثمانينات. اس جي دي جي يعني ماذا تعني بالفرنسية؟ تعني ماذا أقول؟ اس جي دي جي سون غارونتي دو غوفرنومون، بلا ضمانات الحكومة، تذكروا هذا كان نوع من الأعمال، وكان يطلق عليه أصحابه، يعني لست متعمقا فيه، كان يطلق عليه أصحابه هذا المصطلح سون غارونتي دو غوفرنمون، أنا لا أنطق الفرنسية جيدا، يعني اس جي دي جي. وكان في بلجيكا أيضا، في بعض الأماكن في بلجيكا هنا يمكنك أن ترى هناك في الداخل مايون، هي لا تظهر جيدا بفيريتي اس جي دي جي ميد ان فرانس هناك. إذن أيها الأصدقاء لم أقم بملئه، وضعت له يعني حجر الشعلة، ها هو، ولم أقم بعد بملئه بالغاز، لأن يستلزم أن يكون هنا
احد الرؤوس الادابتر، او مهم الادابتر ماذا تعني بالعربية؟ الادابتر وهو رأس يتم وضعه هنا حتى يتم ايصاله مع قنينة الغاز لملئه. ايها الاصدقاء، ماذا نفعل بهذا؟ هذا ان كان يعمل فهو عندي اما لامرين، وهو وضعه اما على الانترنت للبيع، واما بيعه من يد الى يد. مهم، هذا هو العمل الذي ستعمله له. اما وضعه على الانترنت للبيع، واما من يد الى يد. ان كان لا يعمل فهناك امران، اما وضعه مع خردة الأصناف المطلية بالذهب قشرة غليظة للاستخلاص منه، وإما وضعه على الإنترنت أيضا، لأن هناك من يريد أن يشتري هذه الأشياء ويقوم بتجميعها يعني كمجموعة أو كوليكشن، حتى ولو لم تكن تعمل. لأن ما الذي يحدث هنا؟ سوف يجد ولاعة أخرى يعني تعمل جيدة ممتازة، ولكن ربما كانت فيها قطعة مصابة، قم بأخذها من هذه. زائد على أن هذا يعتبر نوعا ما يعني قطع فيها الذهب، دائما الناس يجمعون الأشياء التي يكون فيها الذهب. تذكروا أيها الأصدقاء، إذن الولاعات الشهيرة جدا، هناك ديبون هكذا تسمى، صنع فرنسي. هناك هذا مايون. هناك أشكال أخرى يعني، إلى أوقات أخرى إن شاء الله آتيكم بها. يعني هذا ممتاز. الثمن الذي تحصل به هذا يعني ربما لا أريد ذكره في الفيديو حتى أقوم ببيع هذا الولاع، ثم أضع لكم الثمن في تعليق مثبت، حتى أن صاحب يعني السلعة قال لي لم أره هناك مع السلعة، وإلا لما كنت تركته موضوعا هناك. المهم يعني قلت له إن الآن هذا رزقي، وأنا الهدف عندي هو يعني هو وضع الفيديوهات هكذا والتعليم يعني، ولكن ثمن يعني جيد جدا يعني، ثمن جيد يعني ممتاز، العملة الأمريكية. المهم أيها الأصدقاء، أيضا كان هناك هذه القطعة الجميلة، هذه ملعقة، هذه ملعقة هي مفضدة أو مطلية أو مصبوغة بالفضة أو حتى معجونة بالفضة نوعا ما يعني، مطلية وربما حتى معجونة، لكنها ليست فضة خالصة. هيا لنرى بعض الأمور هنا. أولا وجدت أنه قام أحدهم، هي يمكنكم أن تروا أنها محكوكة من هنا، قام أحدهم بحكيها هكذا ليختبر، فظهر النحاس الأصفر كما يمكنكم أن تروا وتركها. أنا خلتها عندما انطوت هكذا بسرعة، خلتها بأنها فضة، ولما لم يجد أنها فضة تركها. ها هي هنا ميتال أرجنتي، إذا بالفرنسية إذا هي تابعة لديزني، القرية العالمية لديزني، مقاطعة فرنسا، مدينة باريس. إذا هي هذه تابعة، ربما صنعت خصيصا القرية العالمية، مقاطعة فرنسا، مدينة باريس، القرية العالمية لديزني. هنا ديزني، هنا ميتال أرجنتي، يعني أنه معدن مفضل، أو ما هو بالإنجليزية سيلفر بليتد مادل. رغم أنها فقط مطلية وليست فضة خالصة، إلا أن أهميتها تكمن هنا. هي يورو ديزني، هي يورو ديزني 1992، يعني هذه الملعقة معها 30 سنة.
ما دام أنها بثمن جيد فلا بأس بأن يقوم المرء بوضعها في مكان هكذا جيد إلى حين تنظيفها، إما إهدائها وإما القيام ببيعها أو غير ذلك. المهم فقط تبقى هناك كمجموعة، في المجموعة خاصتك ها هي ديزني 1992. هذا ما كان أيها الأصدقاء، بعد بيع القطعتين أو المآل الذي سوف تؤول إليها يؤول إليها أمر هاتين القطعتين، سوف أضع الثمن هناك يعني في الأسفل تعليق مثبت لكي يعني تستطيع شراء الأشياء بثمن جيد، تترك لك هابشا للمناورة، إما من أجل الربح لا لإعادة الاستعمال أو الاستخلاص من معادن نفيسة أو البيع. مرة أخرى مرحبا بأخوتنا العرب في المملكة المغربية طنجة، مرحبا بكل الأشقاء العرب من الجزائر إلى من موريتانيا مرورا بالمغرب، الجزائر، تونس، مصر، ليبيا، وإلى أقصى الوطن العربي. إلى اللقاء جميعا، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، ودعوا تعليقاتكم هناك واستفساراتكم. إلى اللقاء أيها الأصدقاء، مرحبا بكم جميعا.